رجع كل فريق الاتحاد الليبي في اخر 30 متر زي ما بقول لحضراتكم. سيد يظبط ويلعب كره عرضيه، ادي الاستلام وادي الجول، جول عملها متعب، عملها متعب في الدقيقه 60، عملها متعب واهتزت المدرجات وارتفعت الصيحات. عماد متعب ياخد الكره العرضيه الحلوه، عماد متعب نجم النجوم من الكره المصريه بيضع الهدف الاول والاعلام الحمراء اللي انتظرت 59 دقيقه علشان تعلن عن فرحتها وسعادتها باهتزاز الشباك. ولكن بص شوف عماد بيعمل ايه، بص شوف عماد بيعمل ايه، استلام بالدوران، يا سلام يا سلام يا سلام، الهداف هداف، وعماد متعب شان الكره الم